جسر الشباب هي منظمة محلية مستقلة شبابية تأسست في 15 أغسطس عام 2015 بعد الإبادة الجماعية التي حلت بالإيسيدين. كنا مجموعة من الطلبة الجامعة في دهوك، قررنا أن نؤسس هذه المنظمة لكي تكون بوابة لمساعدة النازحين سواء كانوا في مخيمات أو خارج المخيمات في الهياكل. وبالفعل قمنا بأعمال تطوعية خلال هذه السنوات في تلك المخيمات، ساعدنا عشرات الشباب والشابات والأطفال من خلال التدريبات أو مساعدات أو أي شيء كان بقدر إمكانياتنا البسيطة. استطعنا أن نحقق إنجازات عظيمة ونستهدف العشرات من الناس وننفذ عدد كبير من المشاريع، منها مشاريع متعلقة بالاستقرار والاندماج المجتمعي، مشاريع متعلقة بالشباب والمرأة مع الأطفال، مع التمكين بكل مع كل شرائح المجتمع. دور المؤسسات الحكومية لحماية المرأة قليلة جدا أو ينعدم وجودها في منطقة سنجار مثل المؤسسات المتعلقة بشؤون المرأة، ولهذا من المهم جدا المنظمات المجتمع المدني تقوم بحماية المرأة وتعزيز دورها في المجتمع. ولهذا نحن كمنظمة جسر الشباب نحاول أن نملأ الفراغ الحكومي الموجود في المنطقة من خلال تنفيذ عدة مشاريع خاصة بدعم المرأة، منها مشاريع المساواة الجندرية، مشروع قيادة المرأة، ومشروع الدعم النفسي الاجتماعي، ومنها مشروع الابتزاز الإلكتروني التي تتعرض لها المرأة. أصبحت المرأة الإيزيدية ضحية الأولى للهجمات الإرهابية أو الإبادة الأخيرة التي نفذتها داعش الإرهابي على منطقة سنجار. ولهذا نحن كمنظمة جسر الشباب نحاول تعزيز دور المرأة الإيزيدية في المجتمع، ونقوم بعدة مشاريع خاصة بالمرأة في المنطقة، ومنها مشاريع مع منظمة UPP ممولة من منظمة UPP خاصة بالمرأة وتعزيز دورها في المجتمع، منها نشاطات تقوم المرأة ببناء السلام في المجتمع وتكون المرأة صانعات القرار في المجتمع. المستفيدون على الأكثر من الشرائح المستضعفة أو بشكل عام العائدين إلى سنجار بعد ما تعرضوا إلى صدمة كبيرة وما بعد إلى إبادة جماعية. نستهدف هذه الشرائح، نستهدف هاي المجموعات العائدة بالذات على الأكثر. نفذنا عدد مشاريع، منها مشروع إعادة تأهيل وتجهيز مدرسة شقحو، وأيضا تجهيز وتأهيل مدرسة الوردية، وأيضا إعادة تأهيل وتجهيز بناية نادي سنجار الرياضي وصالة الرياضي وعدد أخرى من المشاريع. وأيضا الآن لدينا مشروع كبير لحد ما نستهدف 250 عائلة في عدد من المناطق، نوزع عليهم خزانة المياه بسعة 3000 لتر مع مبادرة نادية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. هذا المشروع خاص للعائدين الجدد في عدد مناطق من سنجار. نحن كمنظمة جسر الشباب كان لدينا عدد مشاريع تخص البنى التحتية وأيضا تخص المجتمع، تأهيل المجتمع، ولكن للأسف الشديد توقفت هذه المشاريع بسبب أزمة الكورونا، ونحن ننتظر في أي فرصة تسمح لنا الحكومة ووزارة الصحة من خلال تعليماتها أنه نقدر نستمر بمشاريعنا، ونحن على عهدنا أنه نبقى في خدمة المجتمع ونبقى الجزء الأهم في تقديم الخدمات للعائدين والذين سوف يعودون مستقبلاً.